تم الاعتداء على المحامية مها اللامي بعد اختطافها من قبل أشخاص تابعين لمحام آخر بسبب خلاف على قضايا مالية بينها وبين المحامي الآخر تتعلق بعملية كسب القضايا وفقا لروايتها هي لإحدى المحطات التلفزيونية التي نقلت عن مصادر طبية تعرضها لردود بعظام الجمجمة وفقدان النظر لأحد العينين وكسر في الرجلين. هذه الصور المحامية مها اللامي، وتعذرون طبعا عن بشاعة الصور نظرا للإصابات البالغة التي تعرضت لها هذه المحامية. للأسف يعني أنه يكون التعامل في العراق مع النساء بهذه الوحشية، مهما كانت مخطئة، مهما كان خطأها. طيب، هذه الصور التي